هذا القانون يعني يأتي تتويجاً لسلسلة من القوانين والقرارات والتعليمات والمراسيم اللي صدرت طوال سنوات الصراع واللي استباحت فيها السلطة الحاكمة حقوق السوريين وممتلكاتهم. نظام يسعى الحقيقة إلى تمويل خزينته العامة من موارد ما تم قرصنته وسرقته من السوريين بقرارات قضائية صورية لعجزه عن أداء وظيفته المالية كمسؤول عن دولة ومسؤول عن سلطة ومسؤول عن مؤسسات حكم مشروع القانون الجديد. هو مجرد حلقة ضمن سلسلة طويلة للنهب المستمر، ليس فقط لثروات البلد وإنما للنهب المستمر لأموال السوريين وممتلكاتهم. القوانين والمراسيم التشريعية صارت معروفة لدى عموم السوريين. يحاول اليوم النظام ليس فقط إكساء نوع من المشروعية على هذا الإجراء على أنه أصلاً هو منسجم مع إحدى المواد الدستورية، صحيح، ولكن لا يكفي أن تستند إلى مادة دستورية لإكساب مشروعية لإجراء معين بينما أنت تنتهك عموم الدستور، وبالتالي كل ما صدر عن المحاكم التي شكلت على عجل وشكلت بطريقة غير دستورية، بالتالي هي تخالف روحية الدستور ومواد الدستور، يتلطى اليوم بأنه هؤلاء إرهابيين، ويتلطى أكرى بأنه هؤلاء يعني فاسدون. ما البنية كلها هي بنية فساد، عصابة تحكم البلد، يعني كيف لفاسد أن يسائل فاسدين آخرين؟ هن جزء من شبكة المصالح التي تربط تلك العصابة وأدواتها بعضها في بعض.